مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. السلام عليكم، مرحبا بكم في قناة دي دو سامودي. هذا النهار ان شاء الله نقدم لكم واحد الحلقة خاصة بكميات الأكل وطريقة التربية ديال الأرانب بالنسبة للفصل الصيف والفصل ديال الشتاء أو الفصل البارد الخريف أو الربيع. المهم كاين فرق ما بين الجو الحار والجو البارد. عموما كاين واحد الفرق وهو ان الارانب في فصل الصيف عموما ما كتبقاش تاكل بزاف، والمربي كيوقع في واحد الحيره، يعني كيشوف باللي الطريقه ديال الاكل ديالهم ما بقاتش هي هذيك، كيخاف كيقول ياك ما راهم مراضين ياك ما بقاوش كياكلوا بزاف كيتلف. كيفاش نتعاملوا مع هاد القضيه؟ يعني بالنسبه الامهات حاولوا انكم يعني كي يفطموا في شهر يعني القريب للصيف، يعني نقولوا في شهر 6 او 5 صافي، حاولوا انكم تقطعوا لهم ما تعطيهمش الذكر، حاولوا انكم ما تعطيهم واحد الفرصه فين يرتاحوا، واخا غير شهرين ممكن انكم تعطيهم شهرين. علاش؟ لان الانثى الا مشات حتى حملت في الصيف ممكن انكم تخسروها، يعني ممكن انكم غادي تولد وهذاك الصغار بعدا ما كيحتملوش الحراره. اذا كانت الحراره في شهر 8 ولا في شهر 9 راه ما كيحتملوش الحراره، ما يمكنش ان مربي عادي غادي يكون يدير يعني كليماتيزور او شي طريقه ديال التبريد. هي يعني اغلبيه ديال المربين ما دايرينش هاد الحوايج هادو. اللهم خليو هاد الشهرين تفوت بسلام. القضيه ديال كميه الاكل وهو يعني المعتاده، وهو بالنسبه للكبار خصهم 200 غرام في النهار. يعني الى زيتوا عبرتوها ممكن انكم تعطيهم طاس ديال دانون، يعني بدون ذكر يعني الشهره ديال الشركات. يعني هذاك الطاس ديال ياغورت كما بغى يكون الاسم ديالو راه كيوزن، الى انا راني فايت وزنه كيوزن 100 غرام. ممكن انكم تعطيوها مره في الصباح مرة في العشية، دي بالنسبة للجو البارد. أما بالنسبة للصيف أنا نصيحة غادي نعطيها لكم، وهي ما تعطيهمش الماكلة في النهار وهو الاحتباس الحراري. ممكن أنه كيتصابوا باحتباس حراري وكيموتوا. يعني شحال من واحد وقع في هذه القضية أنه غادي يعطيهم الماكلة كالمعتاد. لا، غادي ديروا واحد القضية أنكم ممكن أنكم تعطيهم 150 غرام ولكن فوقاش وهو في الليل. يعني منين يبرد الحال ممكن انكم تعطيهم هاد 150 غرام او حتى 100 غرام، ماشي مشكل، راهم غادي يعيشوا بطريقه عاديه، ما غادي ان شاء الله ما يموتوا لكم ما والو. اذا كيفاش الطريقه المثلى، يعني الكميه الموصى لها، يعني باش تبقاو تعطيهم الاكل لا للصغار لا للكبار. الصغار بحال هادو كلهم ممكن انكم تعطيهم 300 غرام، يعني ثلاثة طيسان ديال الياغورت تعمروا لهم اما بالذره او سيكاليم او الخبز يعني جاف وهو مطحون، اي حاجه ممكن تعطيهم. حتى الفصه مزيانه، فصه مزيانه في الصيف ضروريه انها تكون عندكم لانها يابسه كتعطى لهم وكياكلوها مزيان وما كتاثرش عليهم لان كتكون يابسه، يعني ما كتاثرش على الجهاز الهضمي ديالهم. اذا الكميه اللي ممكن تعطيوها لهم هي كالتالي، ممكن انكم تعطيهم ما بين 100 غرام حتى 150 غرام في النهار كامل، وما تعطيهمش في الصباح. هذه الكميه هذه تعطى لهم يعني في الليل، يعني منين يبرد الحال، حنا كنقولوا منين يبرد الحال ديك الساعه ممكن انكم تعطيوهم، ما تخافوش عليهم. اما بالنسبه للماء خاصو يكون على طول النهار، ما يمكنش الماء يتقطع عليهم. ولكن كاينه قضيه وحده انه ما يكونش بارد من الثلاجه وتقولوا غادي نعطيوه لهم وهما سخانين تخافوا عليهم، تقولوا الحراره ما الحراره، تشدوا الماء بارد يعني مثلج وتعطيوه لهاد الارانب. لا، هذاك الشيء راه كيخرج لهم على المصيرنات ديالهم، كيتنفخوا لهم المصيرنات كيموتوا. حاولوا انكم تديروا هاد النصائح هادو، اعطاهم الماء عادي، يعني ممكن انكم الماء تنزلوه من الروبيني وتخليوه يقعد شويه على حسب داك الكلور اللي كيكونوا دايرينه فيه، ممكن تخليوه حتى الغد ليه عاد تعطيو لهم.
مهم الماء خصو يكون كيفاش كيتصفى الماء كيكون يعني يكون ملائم لدرجة الحرارة ديال المكان، المكان سواء كان بيت واحد البيت صغيور او كان مثلا واحد نقولوا واحد العشة وانتم مضلين عليها، ماشي مشكل. انا عندي هذه العشة هذه انتم كما كتشوفوا راه مضلة، انا كنخلي لهم الماء في واحد البيدو ديال 5 لتر وكنبقى نعطيهم منه، ماشي مشكل. خاصها تكون درجة الحرارة ديال هذاك الماء ملائمة للمكان. صافي، هذا هو الخلاصة ديال القول. إذا حاولوا تتعاملوا بذكاء مع هذه الفترة هذه بما تفوت إن شاء الله. وفي الجو البارد راكم بلا شك أنكم راكم جربتوا الجو البارد، كيبقاو ياكلوا مزيان، كيسمانوا دغيا دغيا، كيكون البيع ديالهم سهل. فهاد الأيامات مع هذا الشيء ديال كورونا، مع يعني باقي الجو ماشي هو هذاك، حاولوا أنكم تتجاوزوا هذه الفترة هذه، وإن شاء الله من هنا لقدام غادي يكون الخير إن شاء الله. حلقة ديال الأسئلة، ما تنسوناش بجرجام تكيو ولا زر الجرس كيصلكم جديد ديالي ان شاء الله. الى اللقاء في الحلقة المقبلة.